في هذه البلاد العزيزة من شمالها وجنوبها، من المثلث والنقب، من الجليل والكرمل. جئتم إلينا لنجتمع في هذا الحيز البهي أكاديمية القاسم لتنبض القلوب معا. أهلا وخريجينا وحضورا كريما، ليتوج الفوج الرابع عشر من طلاب اللقب الأول والفوج الرابع من طلاب اللقب الثاني. لحظات مؤثرة، تتويج لسنوات من العمل والانتظار والأمل. يشرفني أنا عايدة فحماوي وتد، المحاضرة في قسم اللغة العربية وآدابها، أن أشارككم فرحتكم، ويسعدني أن أدعو زملائي من الطاقم الأكاديمي والإداري لينضموا إلينا ويشاركونا في هذه اللحظات. رحبوا بهم معي زملائي الذين يحملون الأمانة العلمية ويفخرون بخريجيهم حيث كانوا، زملائي من خيرة الباحثات والباحثين. أهلا بكم، كل واحد منكم بصمة علمية وروح تتوق للعطاء والبذل. أين الترحيب من الطلاب والحضور للطاقم الأكاديمي والإداري؟ كما هو يشرفني أن أدعو العمداء ونواب رئيس الأكاديمية الدكتور ياسين كنتاني، العميد الأكاديمي ونائب رئيس الأكاديمية دكتور جمال أبو حسين، عميد الدراسات العليا ونائب رئيس الأكاديمية الدكتورة مروان مصاروي، مرام مصاروي عميدة العلوم التربوية، الدكتور علي جبرين عميد العلوم الإنسانية، والدكتور جمال ريان عميد العلوم الدقيقة، ودكتور عبد الله طرابي عميد الطلبة. أهلا وسهلا بكم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هنيئا لفضيلة الشيخ عبد الرؤوف القواسمي، محبا لمجتمعه، مؤمنا بقدرته على التميز والرقي بالعلم والإنسان،
في زمن مركب في تحدياته وسياق معقد في معطياته. هنيئا له، ففي حضرته اليوم يرى أحلامه حقيقة والأجنحة كثيرة. تشرفني دعوته ليبارك الخريجين بكلمات طيبة. تفضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الخريجون والخريجات، الأهل الكرام، الضيوف الأعزاء، المحاضرون والأساتذة الكرام، أيها الحفل الكريم، أهلا وسهلا بكم جميعا. يقول الله عز وجل عن سيدنا يحيى عليه السلام: وكان شابا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبيا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالشباب. إن لمرحلة الشباب دورا مهما وأساسيا في الإسلام وفي نهضة المجتمع والأمة، وهي مرحلة تمتاز بالوعي ونمو الفكر والعقل والنفس. فكم يجدر بكم أيها الخريجون أن تدركوا تلك الفرصة الذهبية التي منحكم الله عز وجل إياها من أجل إعمار الأرض وإعزاز شأن الأمة. ها أنتم أيها الخريجون تحصدون اليوم ثمار اجتهادكم ودراستكم في الأعوام الدراسية الماضية. هنيئا لكم ولأهليكم، ونبارك لكم هذا النجاح والتفوق. نشكر الهيئة الإدارية والتربوية في أكاديمية القاسم من إداريين ومحاضرين وأصحاب وظائف وموظفين وكل من مد يد العون للنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أنا بصراحة كلكم وقف ولا تخافوش. طيب، حضرة فضيلة الشيخ، أستاذ بشار، محاضرين، محاضرات، أساتذة، طلاب، طالبات، خريجين، خريجات، الأهل الأعزاء، وجود بلدية باكا الغربية هين من منطلق واحد وحيد صريح واضح، أننا نرى نفسنا جزء لا يتجزأ من كلية القاسم، من مدارس القاسم، من روضات القاسم، من جمعية القاسم، من طرح القاسم، اللي بنهاية الأمر أحضر وجاب لشعبنا بس تطور، تقدم، مستقبل أفضل لبناتنا وأبنائنا، ومستقبل أفضل لمجتمعنا بإذن الله. الطريقة الوحيدة اللي ممكن فيها شعبنا يصمت على بلاده ويتحدى التخلف والظلم والجهل ونبعد عن الفتن والحروب الداخلية هي بس العلم، صدقوني. فلهذا فباسمي وباسم أعضاء البلدية الموجودين هين وأهل باكا الغربية وأهالي الخريجين، نشكر القاسم بجميع أقسامها على كل ما قدمتموه لنا ولأبنائنا. نتمنى لكم النجاح وإلى الأمام. ألف مبروك للخريجات والخريجين، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ عبد الرؤوف القواسمي، شيخ طريقة القاسمي الخلوتية ورئيس مجلس الأمناء، السيد مرسي أبو مخ رئيس بلدية باكا، ضيف الشرف البروفيسور جورج كنازع، الزملاء العمداء وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية الأفاضل، الأهالي الكرام، الضيوف الكرام، الخريجين والخريجات الأفاضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا، وأهلا وسهلا بكم في أكاديمية القاسمي في هذا الحفل والمقام على شرف تخرج هذا الفوج الجديد من طلبة اللقب الأول واللقب الثاني. أبارك لكم ولأهلكم من الأعماق تخرجكم وإنجازكم المشرف. السيدات والسادة الكرام، لقد غدت أكاديمية القاسمي المشروع الحضاري الإنساني والعروبي لأبناء شعبنا في الداخل، وهذا ليس شعارا، ونحن نزهو بهذا الدور ولا نخذل أحدا ممن يعول علينا في إنهاض مجتمعنا وتنويره وإقالة عثراته. وفي هذه الأيام تتنافس أكاديمية القاسمي في المرحلة النهائية على الفوز في النداء الذي أعلنه مجلس التعليم العالي، والأمل كبير في تقلد القاسمي لقب الجامعة العربية الأولى في البلاد إن شاء الله. وفي هذا السياق لا تنفك أكاديمية القاسمي تفوز بالعطاء والآخر لإقامة المراكز والدوائر والوحدات والبرامج، فمن مركز الأبحاث العلمية إلى مركز المحاكاة للتربية ومركز المشاركة المجتمعية وأكاديمية صف ومركز التربية الابتكارية ومجمع القاسمي للغة العربية بقيادة الدكتور ياسين كتاني، وتعميق الثقافة والأدب والتراث الفلسطيني من خلال الندوات والأيام الدراسية والمؤتمرات، وتعميما للثقافة وإنتاج المعرفة من عشرات الكتب والمعاجم والمجلات والموسوعات والمقالات العلمية. وهنا أتقدم بجزيل الشكر للزملاء أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية الأفاضل، الذي ينبت في عروقهم نداء الواجب، ينظرون في العين الأولى إلى ما بلغه زماننا من علوم متطورة، واعين حاجة مجتمعنا إلى نهضة علمية تضعه في مصاف الأمم الفاعلة التي تنتج المعرفة المتقدمة، وينظرون في العين الثانية إلى ماضي الأمة والحضارة الإسلامية المشرفة التي أنارت البشرية دروب العلم ودروب الحق وقادت مواكبها إلى بر الأمان. ولا بد أن نعود إلى سابق عصرنا عهدنا، أمة علم وعلماء، أمة تعتز بأبناء المبدعين والمتعلمين الخريجين والخريجات الأعزاء، ونحن على أبواب الثورة الصناعية الرابعة بكل ما تحتويه من تغييرات وتجديدات، والتي تحدث بإيقاع بالغ السرعة بوتيرة عالية تلزمنا تلمس رؤية مختلفة في المحتوى والأدوات. لقد تراجعت طرائق التدريس الوجاهية الإذاعية لصالح التعليم القائم على المشاريع وعلى الأخذ والرد وطرق حل المشاكل والعصف الذهني وتحفيز استراتيجيات التفكير العليا وقوام الإبداع. إن الوعي بهذا الحراك الهائل والتغييرات التي لا تنفك تحدث في زماننا بغير انقطاع، والحرص على تضويته في نفوس وعقول جمهور المتعلمين، هي ما يميز أكاديمية القاسمي. أيها الحفل الكريم، ينسجم احتفالنا هذا اليوم بوراثة الأنبياء وطلاب العلم، استضافتنا ضيف الشرف البروفيسور جورج قنازع ليكون ضيف الشرف في هذه المناسبة الغراء، الذي بلغ في علمه ومكانته في المجتمع العربي مثالا ملهما وقدوة علمية لمحبي العلم والمعرفة. يسعدني تشريفك بروفيسور جورج، وأرجو أن يكون في مسيرتك وقصة كفاحك صوب القمة خير مثال وقدوة لطلبة العلم الخريجات والخريجين الأفاضل. أرجو لكم التوفيق في حياتكم العملية، وأدعو الله أن يوفقكم في مسيرة العطاء، وأن تكونوا خير سفراء لرسالة القاسمي، رسالة العلم والمعرفة، رسالة الحب والتسامح والصفاء. وسنبقى على تواصل من خلال رابطة خريجي القاسمي والتي انطلقت هذا الشهر إن شاء الله، وألف مبروك. مساء الخير لجميع الحضور، فضيلة الشيخ عبد الرؤوف القواسمي رئيس مجلس الأمناء، سعادة رئيس بلدية باكة الزهور المحترم، الزميل بروفيسور بشار سعد، وأعضاء الهيئة التدريسية في هذه الكلية المباركة، أيها الحفل الكريم، إنه لشرف كبير لي أن أكون ضيفكم في هذه الأمسية في هذه المناسبة السعيدة،
وأن أهنئ الخريجات والخريجين بعد سنوات طويلة من العمل الجاد بهذا الإنجاز الذي هو نهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى أهم وأشق من السابق. وسأوضح الأمر، ولكنني قبل كل ذلك أود أن أشكر التلميذة الدكتورة المعلمة المشاركة في هذا الجهد دائما في هذه الكلية في هذه الأكاديمية عايدة فحماوي وتد، وأتمنى لها كل خير. نحن اليوم في مرحلة جديدة، ونقف كمجتمع عربي أمام تحديات جديدة يضعها أمامنا من يضع وآخرها هذا الذي يسمى قانون القومية، الذي جعل من اللغة العربية أمرا ثانويا، وكما جاء في القانون جعل اللغة العربية ذات مكانة خاصة كما ورد في نص القانون. ما هي هذه المكانة الخاصة إن لم يكن المقصود بها الإقصاء وإقصاء الناطقين بها؟ لا أستطيع أن أحدد ما هي هذه المكانة الخاصة. أقول لكم أنا لا أخاف على اللغة العربية بشكل عام، لأنه كما قيل في السابق للكعبة رب يحميها، أقول اليوم وللعربية كتاب كريم يحميها. ولكن ما يحدث عمليا يزيد من مسؤوليتنا أفرادا وجماعات وكليات ودور معلمين وجامعات، يزيد من مسؤوليتنا لأننا لا نريد لهذه اللغة أن يزداد انحصارها وأن تأخذ اللغة العبرية مكانها كما يحدث فعلا اليوم في كثير من المواقع في البلاد. أمامنا مسؤوليات كبرى، والخريجات والخريجين الذين سيحملون الشهادة اللقب الأول اليوم أو اللقب الثاني، أولا أرجو لهم أن لا يقفوا عند هذا الحد، لأن العلم هو مثل الغربال ليس له حد. ويحضرني في هذه اللحظة قول ابن الهيثم الذي وضعه زميلي بروفيسور فؤاد سيسجن من جامعة فرانكفورت في برواز وعلقه على درج مدخل الأبحاث، أبحاث التاريخ العربي الإسلامي. يقول ابن الهيثم: العلم لا يعطيك بعضه إلا أن تعطيه كلك، وأنت إن أعطيته كلك فإنك منه أن يعطيك بعضه على خطر. ليس مضمونا أن يعطيك بعضه حتى وإن قضيت كل الوقت في البحث والتقصي. هذا رأي عالم كبير عرف العلم وقضى الليالي في السهر في البحث، وجاء بهذا القول الذي يكشف عن مدى حاجتنا إلى أن نصرف الوقت والجهد في التحصيل العلمي، لأن في ذلك منفعة لنا ولطلابنا. ومن تجربتي أقول بشكل واضح: لا يمكن للمعلم أن يستعين بكتاب يستعين به الطالب وهو يكون على نفس المستوى من المعلومات مع الطالب الذي يدرس عنده. المعلم يجب أن يعرف أضعاف ما يجب أن ينقله لطالبه، وهذا يعني أن المعلم يجب أن يرجع دائما إلى مكتبة مهنية واضحة توجهه
تعطيه الأجوبة عن كل سؤال يخطر في ذهن طالبه أو في ذهنه هو لكي يقوم بواجبه خير قيام. وقد قال أحد الشعراء: إذا مر بي يوم ولم أصطنع يدا ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري. كل لحظة، كل دقيقة، كل ثانية لها أهميتها في البحث واكتساب المعرفة. وما نجده اليوم في هذه اللحظة هو تشابك العلم والعمل، العلم والعمل، هذا البناء الضخم وهذه الجهود الجبارة هي نتيجة تكافؤ العلم والعمل اللذان أولدا هذا المجهود المبارك المفيد للمجتمع. في القرن الماضي التقيت بشخص من عرعرة ونحن في مرحلة التسجيل في الجامعة العبرية على أبواب مكتب التسجيل، شخص اسمه سامي مرعي، ومن هناك ارتبطت زمالتنا وحياتنا معا إلى أن توفاه الله سنة 1984. سامي مرعي من عرعرة، تعلمنا معا في الجامعة العبرية وخرجنا في نفس الوقت، هو إلى ويسكونسن وأنا إلى كاليفورنيا للدكتوراه، ورجعنا وعملنا معا في جامعة حيفا، ورأينا واقتنعنا بضرورة بأهمية وجود مؤسسة أكاديمية في المجتمع تعمل على بحث تاريخ وحضارة هذا المجتمع وتزود أبنائه بالعلم وبما يجب أن يكون. لذلك منذ سنوات الثمانينيات القرن الماضي بدأنا نتكلم بشكل واسع عن فكرة وجود جامعة عربية في البلاد. ولمن شهد تلك الفترة أو لمن يعرف، أصدرنا كتابين باسم جامعة الجليل العربية رقم 1 وجامعة الجليل العربية رقم 2، وفيهما كل النصوص وبروتوكولات الجلسات التي كانت حول الموضوع. وفي سنة 1981 ذهبنا إلى لجنة المعارف في الكنيست وعرضنا فكرة إقامة جامعة عربية في البلاد. كان هذا في شباط 1981، وفي نفس اليوم قالت لنا رئيسة اللجنة أورا نمير في حينه، متأسف لا أكتبس بالعبري، أنحن لورد سيم بيرزيت شنية. كانت كلية بيرزيت في هذه الفترة فيها حركات مقاومة عنيفة، ولكن لذلك لا نريد مؤسسة مشابهة، وقضت على الفكرة. وطبعا ما عاد عندنا أمل بأن نحيي هذه الفكرة، وظلت القضية نائمة لسنوات كثيرة إلى أن حدث أن جاء الأب إلياس شكور من عبلين بأصدقاء له من جامعة إنديانابوليس الأمريكية وفتح فرعا لهذه الجامعة في قرية عبلين، وهناك طلب مني أن أساعده، وفعلا عملت معه لمدة 3 سنوات. ثم قرر مجلس التعليم العالي أن يقفل هذا الفرع لأنه كان هناك من استغل وجود هذه الفروع المختلفة وصار بيع الشهادات بالجملة $1,000 BA، $2,000 MA، $5,000 دكتوراه، ورجال الأمن انقضوا على هذه الفريسة، وكلفت الدولة ملايين الشواكل سنويا زيادات في الرواتب. لذلك قرروا إغلاق جميع فروع الجامعات الأجنبية، وكان منها فرع عبلين
أن أكفل، ولكننا في نفس الوقت قدمنا طلبا جديدا لمجلس التعليم العالي بفتح فرع حسب القانون الإسرائيلي، مؤسسة أكاديمية. ولأمر ما اختلفت الظروف، يولي تمير كانت وزيرة ووافقت على طلبنا قبل 3 أشهر من إنهاء ولايتها. عملنا في هذا القسم في الناصري لمدة 4 سنوات وخرجنا 213 طالبا وطالبة، ولكن ما يحدث هو أن مجلس التعليم العالي طلب منا أن لا نصدر شهادات لهؤلاء الطلبة، وانتظرنا وانتظر الطلبة ويريدون أن يتابعوا الدراسة وأن يعملوا ويريدون الشهادة ولمدة 2 سنين، إلى أن وجد مجلس التعليم العالي الحل، وكان الحل أن يأخذ الطلاب إلى جامعة بر إيلان، وهي جامعة لم تعرفهم، لم يدرسوا عندها ولم يروها في حياتهم، ولكن أصدر لهم شهادات من هناك طلاب الكيمياء، وطلاب الإعلام أخذهم لكلية عمك إسرائيل، ومن هناك أخذوا شهاداتهم، وطلب منا أن نوقف التسجيل وأن نغلق هذه المؤسسة الأكاديمية، وهذا ما حدث 2014. طبعا أقول هذه التجربة لنرى كم نحن بحاجة إلى مؤسسة أكاديمية جدية. أجرينا إحصائيات سريعة قبل مدة بسيطة، وتبين لنا أن عدد الذين يحملون شهادة بروفيسور، دكتوراه ثم بروفيسور، من عرب إسرائيل هم يصل عددهم إلى لا أقل من 100 شخص. قسم منهم 13 أظن موجودون في خارج البلاد، والباقون يعملون في مستشفيات البلاد، رؤساء أقسام في الجامعات، في مراكز الأبحاث. وهذا يعني أنه إذا كانت الظروف مواتية فعندنا من العقل ومن القدرة ومن الإمكانيات ما يكفي لأن نصل إلى أعلى المستويات. من هنا أقول إن إذا كانت كلية القاسم مستبشرة خيرا، فأظن أنها ستكون المركز الأكاديمي المشع لهذا المجتمع الذي هو بحاجة إلى كل مختص في جميع فروع المعرفة، لأن كما ذكرت نحن مجتمع متطور، نريد أن نتطور أكثر، ونريد لنسائنا ولرجالنا أن يصلوا إلى أعلى المستويات لمصلحة أبنائنا ولمصلحتنا جميعا. أكرر تهانية للخريجات وللخريجين ولأزواجهن ولزوجاتهم، وطبعا للأمهات وللآباء، وأرجو أن يسير هذا تسير هذه الأكاديمية دائما إلى الأمام، وآمل أن ألتقي بكم في مناسبات أخرى كثيرة. رنا أبو مخ، تخصص تربية للرياضيات. وهناء عاصي، من تخصص التربية للرياضيات. وإنعام سعيد، من تخصص التعليم والتعلم لغة عربية وآداب اللغة العربية. بوركتم.
الأول لمراتب الشرف، رؤاك الثاني تخصص علوم من مسار الممتازين، سناء ناطور تخصص رياضيات مسار الممتازين، هويدا كبهة تخصص علوم مسار الممتازين. يعني أنا فخورة أن أرى طلابي أيضا ضمن المتفوقين ومراتب الشرف. ألاء ناشف تخصص طفولة مبكرة ولغة عربية. لينا عثامني تخصص طفولة مبكرة ولغة عربية. حنين مصاروي تخصص طفولة مبكرة ولغة عربية. بالقلم ووهب الإنسان العقل وسائر النعم، والصلاة على سيدنا محمد رافع لواء العلم خير قدوة للأمم. حضرة الشيخ عبد الرؤوف القواسمي رئيس المجلس الأمناء مؤسسات القاسم المحترم، أكاديمية القاسم بإدارتها وموظفيها المحترمين، أساتذة المحترمين، أهل الأعزاء، زملاء الخريجين، أيها الحفل الكريم، ها نحن نقف اليوم أمامكم في يوم تشهده الملائكة رضا لطالب العلم بما يصنع. أزاهير الفل، شذرات المسك والرياحين، نقدمها من كل البقاع، من المثلث النقب والجليل، لكل من شق درب المعرفة بخطوات وبصمات مشهودة بالبنان، موسومة بالبيان. نحتفل اليوم سوية بتخريج كوكبة درية لامعة الألق، ولابد قبلها من وقفة قصيرة وكلمة وجيزة لنقف سويا متأملين حياتنا. ما هي إلا محطات، ما إن نصل إلى محطة حتى نكون مودعيها. وفي كل محطة أناس ساندونا، أناس دعمونا، أناس علمونا معنى الحياة،
والمثابرة. أفلا تستحق محطتنا هذه في صرحنا العظيم أن نقف بها قليلا قبل توديعها؟ حضرات القائمين على هذا الصرح العظيم، وأخص منكم كل من علمنا حرفا أو عبارة وكان لنا قدوة ومنارة وكان للطلبة والخريجين أبا ومرشدا وكان للدارسين رفدا وعونا. وإن كنا لا نحصيكم عدا ولا نقدركم في هذه العجالة حق قدركم، لكم نقول أنتم من أضاء سراج كوكب دري يتلألأ في سماء باقتنا، أنتم من أنار الشموع ليمنحونا صلاحية النور والبقاء مشعلا في محافل الضياء، أنتم نجوم ومنارات اقتداء وعلامات اهتداء في دربنا. أساتذتي الكرام، لابد من الإشادة بجميل صنيعكم الخالد والذي يربو في موازين الحق سنابل تترى بالحسنات والجهد المبذول لإيصالنا بالرقي بنا لمنابر الرفعة التي قلدتمونا إياها بميراث الأنبياء والمرسلين. كوكبة الخريجين الأفاضل، عندما كان اليوم الأول الكل منا تذمر من المسافة من بعد المسافة وطول الطريق، وعندما بدأت تمضي الأيام شكونا جهدا وتعبا وسهرنا ليال طوال حرمنا أنفسنا الكثير وقعنا تحت ضغط ومجهود كبيرين، ولكن اليوم نتذكر مقولة خالدة: إن الله لا يضيع عمل عامل ولا يخيب أمل آمل. تذكروا، قد تكون القمة صعبة المنال ولكن الأصعب الثبات في القمة ومواصلة الصعود، يحتاج لشحذ الهمم. ها هي مراسم البسمات ترتسم على الوجنات، تشعل قناديل الفرح في حجراتكم الدؤوبة بالعمل الجاد. امضوا على جسور القلق آخذين منها قبسا وأملا لرواد الأمل من تلاميذكم، كونوا لهم نبراس خير ومثال اقتداء، تعاهدوهم بالمحبة حب العلم وإتقان العمل من أجل ملء الغلال بغرسكم الطيب. هنيئا هنيئا لكل متفوق ومتفوقة، وهذا موسم فرحكم الزاخر وحصاد جنيكم الوافر. وفقني المولى وإياكم في الأول والآخر، وشكرا. لحظات ليست كل اللحظات محملة بذكريات ستبقى عالقة في قلوبنا جميعا حينما تتزاحم فيها المشاعر وتتشابك فيها التعابير، ابتسامات التخرج ودموع الفراق. بالأمس التقينا واليوم افترقنا، ولكن فرحنا بتخرجنا ينسينا ألمنا. سنوات مضت لن أقول أنها مرت كلمح البصر أو أنها كانت خفيفة الظل، فقد كانت أعواما مليئة بالجد والاجتهاد، يسيرة حينا عسيرة حينا آخر. مرت علينا تلك الأيام وحملت إلينا أناسا نحترمهم ونقدرهم وزملاء نسمو بهم، فلكم منا أساتذتنا الأفاضل كل الشكر والامتنان لما بذلتموه معنا من جهد طيلة تلك السنوات، ولما زرعتموه فينا من علم ودأب ورغبة صادقة في البحث والعلم. كما ونتقدم بالشكر الجزيل لعائلاتنا التي ساندتنا ودعمتنا ولم تبخل علينا بعطائها وقدمت لنا الدعم المادي والمعنوي، وكانت لنا خير سند، فلها منا جزيل الشكر والامتنان.
الحفل الكريم، زميلاتي وزملائي الخريجين، ها نحن اليوم نبدأ حياة جديدة، كلنا أمل أن نبني ونعمر، أن نصلح ونفكر ونسأل ماذا سنضيف إلى هذه الحياة، مستذكرين قول الرافعي: إن لم تزد على هذه الحياة كنت زائدا عليها. ولا ننسى أن نراقب الله في أعمالنا، وأن من أعلى درجات الإيمان درجة الإحسان. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبالإيمان والإخلاص بالجهد والعمل ترتقي الأمم، وبالعلم يحيى الإنسان وتتقدم الأمم. وهذه هي مسؤوليتنا نحن الخريجين، لأننا نؤمن بما نقوم به ونسعى إليه. مع سويعات التخرج يخفق القلب وتجول فينا الخواطر وتزهر الأمنيات، فنسأل الله أن يحقق لكم كل ما ترجون، وأن يكلل حياتكم بالخير والعطاء والمحبة، ودمتم ذخرا لهذه الأمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلوا جميعا بالوقوف، وأرجو منكم أن ترددوا بصوتكم العالي هذا القسم الذي تعاهدون به الله عز وجل على أن تعملوا بتفان وإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبي بكل أمانة وإخلاص وتفان، أن أكون قدوة حسنة لطلابي في مظهري وسلوكي، أن أبذل قصارى جهدي في سبيل تطوير المهنة والارتقاء بها وتحقيق أهدافها، أن أحمل رسالة المعرفة المستمدة من حضارتنا العربية والإسلامية الأصيلة، وأن أكون وكيلا للتغيير المنشود في المجتمع. والله على ما أقول شهيد. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى نية التوفيق والبركة. الفاتحة. منى أبو مسعود، سهيلة عيسى، سهير غرة، شادية جبرين، سلام كبهة، لبنى مزاريب، أزهار زيد، أنسام أبو مخ، قمر محميد، رولا ضعيف، أرائك مصاروي، دعاء تلس، صبرين بياتسي، رحيق غنايم، واحد.